بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد يا ولاد حل اختبار شهر مارس الرابع على مواصفات الورقة الامتحانية الشهرية، والحل في نفس الإجابة. أول مسألة بيقول لي اضرب 6 في 8، نعمل إيه علشان نضرب الاتنين في بعض؟ في طريقتين، ولد يقول اضرب البسط في البسط، اضرب دول في بعض واسيب المقام زي ما هو، 1 في 6 ب6 والتمانية زي ما هي. اوكي صح مش غلط، بس الاتنين اعداد زوجية يقبلوا على الاتنين، على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الاربعة، وتبقى الاجابة يا ولاد 3 ارباع. ده حل. طب في حل تاني يا مستر حضرتك كنت عايز تقوله؟ ايوه، ولد يقول قبل ما يضرب على طول الستة والتمانية اعداد زوجية، على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الاربعة، ويضرب بعدها يلاقي فوق 3 وتحت 4، نفس الإجابة 36 جزء من 10. تيجي مرام تقول لي لا المفروض من 100، لا مش المفروض، نكتب 36 عادي، وبدام قال جزء من 10 يبقى البوينت بعد رقم يا ولاد. أي يعني طلع عدد عشري، 3 صحيح و6 من 10. طب إزاي نجمع دول؟ دي طيبة جدا، لأن المقامات متحدة، 10 10 10، نسيب العشرة ونجمع فوق، لو جمعت اللي فوق هيبقوا كام؟ 14، يبقى الإجابة 14 على 10. يجي ولد يقول لي إجابتك يا مستر حامد مش موجودة، أقول له فهمتك، ننزل ال 14 يا مرام ونحط بوينت بعد رقم شبه اللي كنت بتسألي عليها. إزاي نجيب الكسر العشري للجزء المظلل؟ أنا عندي 3 عواميد مظللين وعندي 8 مربعات كمان، ال3 عواميد ب 30 خانة، وكمان 8 يبقى 38، وهم 100 جزء، يبقى الإجابة 38 من 100. السؤال اللي بعده، مين التمثيل البياني المناسب اللي تختاره لما تقارن بين مجموعتين؟ طالما شفت مقارنة وطالما شفت مجموعتين يبقى أنسب حاجة واتكررت في كل الامتحانات، يبقى مين يا ولاد؟ الأعمدة المزدوجة عشان مثنى. اللي بعده، 80 جزء من 100 يبقى فيها كم جزء من 10؟ نعمل إيه يا جماعة؟ ال 80 جزء من 100 بتتكتب إزاي أصلاً بالحساب؟ بتتكتب كده يا مستر، 80.0. طب عمو بيسأل على الجزء من 10، الجزء من 10 8 بس. طب أكتبها 8 من 10؟ لا 8 بس. ليه؟ لأن جزء من 10 بتحل محل البوينت، 3 على 100، وعايزها في صورة عشرية، 3 على 100، 3 من 100. اللي بعده، بنستخدم الرمز إن الإكس بتمثل تلميذ واحد فأنهي تمثيل؟ برافو عليك، في طريقة النقاط. طب دي التمانية بقت 4، اتقسمت على الاتنين، نقسم تحت على الاتنين تبقى الإجابة 6، يبقى الراجل عمل ايه يا جماعة؟ قسم على الاتنين فوق وتحت. قيمة الرقم 3، التلاتة التاني بيت، يبقى في الجزء من 100 تبقى بتلاتة من 100. نيجي للمسألة اللفظية، يتدرب كريم على الركض يعني الجري كل يوم 7 كيلومتر، يبقى دي المفرد. طب عايز عدد الكيلومترات في 5 ايام، يبقى عايزها في كمية. يوم مستر حامد يقول طالما ادانا المفرد وبيسأل على كمية تبقى مسألة ضرب. طب لو ولا قال 7 زائد 7 زائد 7 5 مرات، إجابته صحيحة. طب لو ولد قال نضرب 7 في 5، إجابته صحيحة، 1 في 5 ب5 وننزل 7، يبقى الإجابة النهائية 5 أسباع، والتمييز بالكيلومتر. نيجي للمسألة الأخيرة، اشترت هند قطعة قماش طولها 8 أعشار متر، ومنى قطعة أخرى وديتورها، وعايزين المجموع بتاع القطعتين. طالما مجموع يبقى نعمل إيه يا جماعة؟ طالما مجموع يبقى نجمع الاتنين، 8 على 10 زائد 20 على 100. طب علشان نجمعها لازم نعمل إيه؟ نوزنها. نوزنها إزاي؟ نيجي عند خانة العشرة ونزود صفر لدي وصفر لدي، اجمع فوق يبقى 100، اجمع تحت ما بيتجمعوش يا مستر، 100 100، نسيب المية، 100 على 100 1 صحيح، يبقى القماشة كلها طولها متر واحد. كده خلص الاختبار الرابع، يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله.